غريبة يلي الأهلي يبقى خصمك وما تقراش في التاريخ كويس. غريبة يعني إنك ما تفكرش حتى تدور في جوجل وتكتب كده الأهلي بلس تسعين غريبة يلي تروح برجليك لأرض الملعب وأنت ما تعرفش في تاريخ النادي الأهلي إنه دايما في الأوقات الحاسمة جاهز. غريبة إنك ما سمعتش عن أبو تريكا وجوله في الصفاقسي وسعيد عبد الحفيظ في الترجي. وعماد متعب في جوال كتيرة جدا جدا تحكي عنها وعمرك ما هتخلص. لكن البعض يعني لو فكر شوية هيعرف انه النادي الاهلي ونسر النادي الاهلي ما ينفعش تبص له البصة دي. نسر الاهلي غير قابل للاستئناس. نسر الاهلي دايما حاضر للاقتناص. الاهلي ما بيهزرش. وعلى مر التاريخ ومع مرور كل الأجيال هات لي جيل من الأجيال في أي وقت من الأوقات ما كانش عنده الميزة دي ما كانش عنده التوقيت ده ما كانش عنده الشراسة دي أو الشخصية دي أو الهوية دي غريبة إن خصم النادي الأهلي لحد النهاردة ولحد ما بقينا في عشرين واحد وعشرين وهو مش واخد باله إنه النادي الأهلي فرقة غير قابلة للترويض على الإطلاق مهما حصل غريبة انه الخصم ما يبقاش عارف انه ده ايوه ده نادي الاهلي ده بابا الشغلانه غريبه انه الناس لحد النهارده من يوم ما قلتها وجمهور النادي الاهلي دائما وابدا يرددها غريبه ان النادي الاهلي او خصوم النادي الاهلي مش واخدين بالهم انه سيد افريقيا جاهز دائما وابدا للتحليق ولا الاقتناص جمهور النادي الاهلي عارف ده كويس على قد ما كان مشدود قدام الرجاء على قد ما كان عارف انه النادي الاهلي جاي ليه جاي علشان الشخصيه ليه جاي عشان الهويه ليه جاي لانه النادي الاهلي ما بيعترفش باي حاجه غير لما الصفاره تصفر بستغرب انا والله لحد النهارده واي حد في الدنيا هتساله تقول له تخاف من ايه وانت بتلعب النادي الاهلي يقول لك اخاف من الدقائق الاخيره واستغرب قوي من الخصم إن استهان بالأهلي واستغرب إنه ممكن يكون فاكر اللي قدامه أسماء لكن هي مش قصة أسماء قصة تاريخ عمل وقصة ذكريات ارتبطت ارتبطت ارتباط وثيق وأصبحت ثقة في المكسب والعودة لا محال أنت تلاقي النادي الأهلي وسط جمهور النادي الأهلي مفيش أشرس من كده يا سادة نسر الأهلي غير قابل للإصطياد يا اخوانا نسر الاهلي غير قابل للترويض يا اخوانا نسر الاهلي دايما جاهز في كل وقت انه ينقض على الفريسه انا مبسوط مبسوط عشان النادي الاهلي دايما بيدي الدرس ده مبسوط عشان لعيبه النادي الاهلي استطاعت خلال 90 دقيقه مع الوقت المحتسب الزياده لا تدلل على انه التاريخ لازم يكون له كلمته دايما بنقول كلمة ومؤمنين بيها انه التاريخ بيقف قبل ما الحكم ما يصفر لكنه التاريخ ما بيتمحيش طول ما انت ما بتكتبه كل يوم ودي الثقافة اللي فرق النادي الاهلي عن الغير دي الثقافة اللي مخليه النادي الاهلي لحد النهاردة هو المسيطر على افريقيا قليل الحظ بس هو اللي يندب حظه ويبص لغيره ويقول هو ادوني حظ النادي الاهلي مين يقول ان الكرة ما فيهاش حظوظ وما فيهاش توفيق كوره فيها حظوظ وفيها توفيق بس نسيت قبل ما تقول الحظوظ والتوفيق الرغبه والاراده والتصميم وانك عايز توصل للهدف عمر ما كان التوفيق بيجي الواحد كسلان او مش عايز او مش قادر او ما بيفكرش او ما عندوش الشخصيه طول عمر شخصيه الاهلي حاضره طول عمر هويه النادي الاهلي حاضره اه الأهلي جايز في أوقات كتير زيه زي وزي أي فريق يتغلب الأهلي جايز في أي وقت من الأوقات يتأخر اه بس اوعى تفتكر ان النادي الأهلي فرقه سهله اوعى تفتكر ان النادي الأهلي فرقه في أي وقت مع اختلاف الأسماء مع اختلاف المسميات مع اختلاف الأجيال مع اختلاف أي حاجه انت بتحلم بيها وبتفكر فيها او جاتلك في اوهامك ان النادي الأهلي ممكن يكون صيد سهل النادي الأهلي عمره ما كان صيد سهل النادي الأهلي هو سيد افريقيا بلا منازع وانت في حضره نسر النادي الاهلي لابد ان تقدم كل الاعتبارات وهو ده اللي بسطني وهو ده اللي مفرحني ان النادي الاهلي جاب بطوله السوبر الافريقي وضمها الى دولاب مليء بالبطولات الاهلي ما بيشبعش وما بيشبعش عشان عنده طموح وعنده طموح عشان في ضهره جمهور وجمهوره طماع وعايز طول الوقت بطولات والبطوله بتجيب بطوله والنصر بيجيب نصر وثقافه وثقه المكسب دايما بتجيب بعدها مكسب امتى بس بتعطل؟ امتى بس بيحصل لك تهنيجه في النص؟ امتى بس نسر النادي الاهلي يحصل له شويه مشاكل؟ لما تتغير شويه لما السيستم يتغير شويه لما تحصل شويه تقلبات لكنه هل نسر الاهلي شفتوه في اي وقت من الاوقات غير قادر على التحليق؟ عمرها ما حصلت بابا الشغلانه لسه موجود بابا الشغلانه يسطر التاريخ يوما بعد اخر مبروك للاهلي مبروك لجماهير النادي الاهلي اللي كانت متواجده منذ وصول بعثه النادي الاهلي في الدوحه بهذا الكم وبهذا الشغف مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في الاستاد كان حاضر باعداد كبيره جدا جدا مبروك لكل الناس دي للناس اللي كانت في البيوت الناس اللي كانت في الدوحة وكل جمهور النادي الأهلي اللي يستحق المكسب ويستحق الفرحة مبروك للعيبة النادي الأهلي الرجالة وبقول رجالة لأن هم مفيش وقت من الأوقات ما كانوش حاطين في اعتباراتهم الجمهور ده بصوا على كل تصريحات لعيبة النادي الأهلي بصوا على كل, كل كلامهم هو مش كلام من قبيل يعني أنه هو بيقول ده عشان ده جمهور هو بيقول ده لانه عرف وده يعني ايه حلاوه جمهور النادي الاهلي في لعيبه في الاهلي لعبت في الاهلي وهي عارفه انه الاهلي عنده شعبيه جارفه بس ما شافتش جمهوره في الملعب في ناس اول ما لبست فانله النادي الاهلي ما كانتش مصدقه نفسها بس ما تعرفش يعني ايه جمهور النادي الاهلي في الملعب عرفت وتاكدت وبصمت بالعشره الحافز والدافع الرئيسي ليك عشان تبقى بتحقق اي بطوله هو الجمهور المحرك الاساسي لفكرة توارث الأجيال لثقافة المكسب وبلاس تسعين والأهداف المؤثرة على مر التاريخ هو جمهور النادي الأهلي لو في هوية بتتنقل من جيل لجيل هيبقى السبب فيها جمهور النادي الأهلي بكلمكم بأمانة وبصراحة أو بكل صراحة لو في ثقافة أو هوية شخصية بتتنقل من جيل لجيل مع اختلاف الأسماء هيبقى السبب فيها الناس دي اللي قدام حضراتكم على الشاشه، جمهور النادي الاهلي ده اللي هيزحف وراه في كل حته وفي كل مكان، افتح بس للنادي الاهلي وافتح بس لجمهوره وشوف الناس هتبقى موجوده في كل حته وفي كل مكان. ولذلك هيفضل طول النادي طول الوقت النادي الاهلي عنده القدره على التعبير عن نفسه بالفوز بالبطولات. وبقولها لك بصراحه الوقت الوحيد اللي تخاف على النادي الاهلي فيه. الوقت الوحيد اللي تخاف على النادي الاهلي فيه وتقلق على النادي الاهلي فيه لما جمهوره ما يبقاش وراه واما واني بقول لك حاجه من رابع المستحيلات فما تخافش على الاهلي لانه طول الوقت واللعيبه والاجهزه الفنيه ومجالس الادارات وكل من مر بجوار النادي الاهلي عارف قيمه النادي الاهلي